تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الصيفية من موسم أصيلة الثقافي الدولي 45 من 5 إلى 27 من شهر يوليو تموز. يميز هذه الدورة تنظيم معرض تكريمي تحت شعار مسارات متقاطعة بمناسبة مرور 45 سنة لاحتضان مؤسسة منتدى أصيلة لفن الحفر والطباعة الفنية. هذه الدورة الصيفية ستعرف تنظيم ندوتين فنيتين بالإضافة إلى مشغل الصباغة على الجداريات ومشغل الصباغة والحفر والليتوغرافيا ومشغل الطفل للفنون التشكيلية.